مرحبا حبايبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير حبايب قلبي. رجعت لكم فيديو جديد، واليوم الفيديو مالتي فلوق او جوله راح اسوي لكم في احدى المناطق السياحيه في النمسا، وهي شلالات ميرافيلا. طبعا هذه نفس المحافظه اللي انا ساكنه بيها، وهم يعني قريب على السكن مالتي تقريبا 20 دقيقه. طبعا شلالات كلش كلش روعة صايرة بين الجبال، يعني صعود كل ما نصعد كل ما يعني نشوف احلى وشلالات مختلفة. بس اني طبعا راح اصوركم اياها بالعكس، راح اروح من الصعود ويعني من نهاية الجبل وانزل، وراح اراويكم احلى شلالات. طبعا كلش مكان روعة، يعني مكان خرافي رهيب. سبحان الخالق. مثل ما وعدتكم، مثل ما انتم هم طلبتوا مني، قلتوا لي سوينا جولات في النمسا، وهذا واحد من الفيديوهات، وانتظروا طبعا الجديد. انا صورت لكم طبعا عدة فيديوهات مثل ما ذكرت بالفيديوهات السابقة، ويعني ان شاء الله اصور واحد ورا الاخ، يعني كل فترة نزلكم. هاي اسم المنطقة اللي احنا رايحين لها او الشلالات، وراح اخليكم ويا المناظر. ان شاء الله فيديو اليوم نال اعجابكم. وهم حبايب قلبي، لا اريد منكم لا تنسون اللايك والتعليق قبل مشاهدة الفيديو. يلا حبايب، راح اخليكم ويا المشاهدة، وان شاء الله مشاهدة ممتعة. اخليكم ويا الاصوات الطبيعية، اصوات الشلالات، وإن شاء الله تعجبكم حبايب قلبي. هذا كله ممر مال مشي، بس عبارة عن صعود ونزول. بس سبحان الله سبحان الخالق، طبعا مكان افضل، روعة روعة، كلش كلش حلو. تمنيتكم وياي. طبعا انا امشي بحذر واصور لان دشون وداع. شوف هسه هاي الجذور مع الشجرة، شوف سبحان الله
هاي هنا مسوي مصطبة صغيرة للقعدة. كان قد ما احكي لكم عنه عن جماله وعلى الشكل المناظر اللي وعلى هذا الشلال. طبعا هذا احنا كنا مكان صعود يعني بلد ما بدنا ننزل الشلال يعني تشوفون مستمر كان يعني روعه روعه. هاي الازرنا طبعا واقعه منهم المكان يعني خرافي. هاي يعني جبال كلش عالية وهذا المي. هاي الأشجار هاي طبعا بعرف شو من بدأها واقعة. We'll be right back.
ولهنا طبعا حبايب قلبي انتهى الفلوق مالتنا او رحلة مالتنا، وان شاء الله عجبكم فيديو اليوم، استمتعتم بالمناظر الطبيعية الخلابة. وحبايب قلبي اكيد لا تنسون اللايك والتعليق الحلو منكم، واللي ما مشترك القناة يشترك ويفعل جرس الاشعارات حتى يوصلكم كل جديد من قناتي، وانتظروا طبعا الفيديوهات الجاية راح تكون مفاجأة. وحبايب قلبي ان شاء الله اشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة حبايب.